السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عزاء الجميع في وفاة الشيخ العالم الجليل سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله. هذا الشيخ العظيم الجليل ألف عدة كتب، لكن ألف كتابان يندر أن يكتب مثلها، طبعا غير حسن المسلم. الشيخ رحمه الله ألف في كل الفنون، في العقيدة، في الفقه، في الزكاة، في الصيام، في الرقائق، في المواعظ، في كل شيء، في السيرة، في التاريخ، لكن ألف كتابان عجيبة سبحان الله. الكتاب الأول في سيرة أم الشيخ رحمها الله، الكتاب الثاني في سيرة أبناء الشيخ أبو عبد الرحمن، شابان توفيا قبل الشيخ رحمه الله، وألف الشيخ في سيرتهم، وهذا سبحان الله شيء عجيب وشيء يحسب للشيخ رحمه الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنة النعيم.